السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني متابعين قناة رانيا زيادة. معاكم رانيا ان شاء الله من مطبخي. هنعمل النهاردة فطار حلو وسهل ولذيذ جدا وحلو، ينفع فطار ينفع عشاء ينفع كمان غدا، فهنعمله مع بعضنا النهاردة. ومش هنولع فرن، هنعمله على البوتاجاز على طاسة او على بتاعة الصاجة بتاعة العيش. تمام، المقادير بتاعتنا سهله جدا. عندنا زيتون، عندنا ميكس جبن شيدر على جبنه رومي على موتزاريلا، سجق او نقانق اي حاجه يعني تركي، لانشون، اي حاجه موجوده عندكم، فراخ مطبوخه نقطعها بس نساير كده ونعملها اي حشوه. دي بقى احنا اللي نلعب فيها براحتنا احنا بقى. تمام، عندنا هنا كمان دي زبده على حليب. انا ما بحطش بيض خالص خالص في المعجنات بتاعتي ولا في اي حاجه خالص عندي، بصراحه ما بحبش ريحه البيض. تمام، اول حاجه هنبدا نعملها مع بعضينا. عندي هنا لفه جلاش، هنبدا بقى ناخد ورقتين اتنين كده مع بعضينا ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، اهو انا جبت ورقتين اتنين جلاش او عجينه الفيلو، اي حاجه من دول اهي. هي اصلا عجينه الجلاش اسمها عجينه الفيلو اهي. انا جايبه ورقتين اتنين علشان مش عايزاها خفيفه، انا عايزاها تكون الورقتين حلوين ومش هنغرقهم حليب ولا زبده عشان ما تبقاش دسمه، لان دي احنا دلوقتي هنفطر بيها ان شاء الله. طبعا النهارده يوم الجمعه يوم العائله وعايزين بقى نعمل لهم فطار حلو كده. هما بصراحه مش حابين ياكلوا فول ولا فلافل، فانا هعمل لهم الوصفه دي وان شاء الله هتعجبهم. لان طبقنا كده الورقه، تمام، هنعمل كده. انتم ملاحظين انا مش مكتره الحشوه خالص بتاعه الحليب والزبده عشان ما تبقاش دسمه. تمام، هبدا بقى احط هنا الحشوه بتاعتنا. هبدا بقى احط شويه سوسيس، هحط عليهم واحدتين زيتون حلوين كده اهو. احلى حاجة في الوصفة دي ان هي هتبقى على البوتاجاز وسهلة جدا جدا. هنجيب شوية جبنة، هحط مكس الجبن كده اهو. طبعا الجبنة اللي احنا نفضلها بقى. تمام، وهبدأ بقى اقفلها كده اهي. واحنا بنقفلها طبعا لازم احط زبدة علشان العجينه ما تبقاش عندي هشه كده، لا انا عايزاها طريه كده وجميله. حلوه قوي كده. تمام، هجيب الجنب التاني او الطرف التاني اهو كده. هنعملها كاننا بالظبط بالظبط بنعمل مربى. هنقفل بس على الجبنة كويس قوي عشان زي ما قلت لكم احنا مش هنحطها في الفرن. طبعا اللي حابب يحطها في الفرن يحطها، ولكن انا هحطها في الطاسة او في بتاعة العيش علشان اعملها على طول ما تاخدش مني وقت. انا دوبك هعمل خمس فطاير على قدنا على قدنا احنا بس، يعني هو كل واحد من الولاد عايز واحدة اهو. شفتوا بقت عامله ازاي؟ سهله قوي. طبعا هنحطها على الجنب اللي تحت اللي هنا ده الاول علشان تقفل، وبعد كده هنقوم حاطينها على الجنب التاني لحد لما الجبنه تسيح وخلاص. هكمل الاربعه الباقيين وانا جايه احطهم على الطاسه هوريهم لكم ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. احنا شايفين كده حبايبي، انا حطيت الطاسه بتاعه الصاجه بتاعه العيش وعملتها كده بشويه زبده. تمام، هبدا بقى اجيب واحده واحده من الفطاير بتاعه الجلاش الجميله اللي انا عملتها دي. عايزه اقول لكم بجد بجد تحفه. انا حطها هنا كده اهو اول واحده، يعني انا هعمل اتنين باتنين. تمام اهي، زي ما اتفقنا هنحطها على الجنب اللي هو المقفول. تمام كده، زي ما انتم شايفين انا جبت
السباتيلا وقلبتها على الجنب التاني. عايزه اقول لكم ما شاء الله تحفه. هكفي بقى الكميه اللي معايا كلها ان شاء الله واقدمها كده. حبايبي تكون الفطاير بتاعتنا النهارده خلصت، ليها تجنن. تعالوا نفتح واحده كده مع بعضينا اهي حبايبي، بعد ما فتحتها تحفه وخطيره. شايفين الجبنه سايحه فيها ازاي؟ تحفه اهي، ومورقه جدا وجميله جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتنال على رضاكم واعجابكم، وان شاء الله هنقدم مع بعضينا اسهل الوصفات والوجبات. وان شاء الله انتظروني في وصفه جديده من مطبخي. كنت على قناتي رانيا زياده، وكنت معاكم من مطبخي رانيا زياده. باي باي.